أخبار اليوم. أنا حاليا بصور فيلم اسمه الماء والخضرة والوجه الحسن، تأليف وإخراج الأستاذ يسري نصر الله، ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داوود، صابرين. مبسوط إني مع كل النجوم ديت في الفيلم ومع أستاذ يسري نصر الله، أول مرة أشتغل معايا. يا رب ربنا يكرم إن شاء الله والفيلم يطلع زي ما هو متوقع له بإذن الله يا رب. ألف مبروك على الفيلم وبنشكرك جدا. ربنا يخليك، متشكر جدا.